لو انا محدود دخل وعاوز اقدم على شقه اكتر من 850 الف جنيه، سواء بقى تبع وزاره الاسكان والتمويل العقاري، سواء في القطاع الخاص او حتى في عند حد من الاهالي، كلنا عارفين ان تم تحديد الحد الاقصى لمحدود الدخل بالنسبه للاسره 6000 جنيه، وبالنسبه للاعزب تم تحديد لي 4500 جنيه. طب انا كمحدود دخل وتم تحديد هذا الحد الاقصى للاعزب والمتزوج اللي هو 4.5 للاعزب و6 للاسره زوج وزوجه، وانا في شقه عجباني في القطاع الخاص عند حد من الاهالي، الاعلان بتاع وزاره الاسكان نزل وفي شقق مساحتها كويسه وسعرها لكن معدي 350 الف جنيه، واصل مثلا ل 800 900 الف جنيه، وممكن كمان مثلا مليون ومليون و100 الف جنيه. اعمل ايه والشقه دي عجباني كمساحه وك يعني تشطيب، وشقه يعني ممتازه جدا وعجباني وانا عاوز اخد فيها هذه الشقق، اعمل ايه؟ هل في حل في الموضوع ده ولا مفيش حل وانا هلتزم بالحد الاقصى المعمول لمتوسط الدخل لمحدود الدخل، ولا هناك ولا في حل فعلا؟ اكيد طبعا في حل، وده اللي ان شاء الله هنتكلم فيه دلوقتي مع بعض في هذه الحلقه. اكيد طبعا يا جماعه كلنا بنشتغل شغل اضافي بعد الظهر، في منا اللي بيشتغل مهن حره، في اللي بيشتغل في اي مهن تانية، في مثلا بيشتغل عند محامي، عند محاسب قانوني، في اللي بيشتغل في مستشفى، في اللي بيشتغل نقاش، سباك، نجار، حلاق، اي مهنه يا جماعه حضرتك بتمتهنها ده طبعا بيدخل لك دخل اضافي اضافه الى الدخل الثابت بتاع حضرتك الشهري. المهنه دي كل مطلوب من حضرتك، يعني لو خدنا على سبيل المثال مثال نتكلم بيه، لو حضرتك انت وزوجتك، وطبعا الحد الاقصى لمحدود دخل هو 6000 جنيه زي ما قلنا من شويه، لو حضرتك بتشتغل مهنه ثانيه والمهنه دي مثلا بتدخل لك 3-4000 جنيه خلال الشهر ايضا مع مرتبك، انت كل مطلوب منك هتروح لمحاسب قانوني، والمحاسب القانوني يا جماعه يكون معتمد، وطبعا بيعمل لك شهاده اثبات دخل اضافي، والشهاده دي بتثبت ان انت بيخش لك المبلغ هو 3-4000 جنيه، ولو هنا لو بيخش لك 4000 جنيه او 3000 جنيه مع السته اللي تم تحديدهم الحد اقصى كده، انت تخطيت ال 10000 جنيه، تخطيت ال 6000 جنيه ووصلت ل 9 او ل 10 وكده، انت تم نقلك فعلا بالفعل من محدود الدخل الى متوسط الدخل. كده في الحاله دي هتقدر تاخد الشقه اللي هي ب 600 700 ومليون جنيه، واللي هي معديه المليون و100 الف كمان لو حبيت تاخدها ادام انت تخطيت هذا الشرط. نفس الكلام ينطبق على اللي هو الاعزب اللي تم تحديده 4500 جنيه، برضه حضرتك بتشتغل اي مهنه، بتمتهن اي مهنه زي ما قلنا من شويه، هتعمل اثبات دخل برضه من المحامي من المحاسب، ولو مثلا حضرتك بيخش لك 2000 جنيه 3000 جنيه هيبقى انت كده هتضيف هذا المبلغ على الحد الاقصى بتاعك، هتبقى كده مثلا دخلت في 6500 في 7500، يبقى انت كده تعديت الحد الاقصى المعمول لمحدود الدخل، وفي الحاله دي هتقدر طبعا تقدم على شقه في الاسكان لمنزل اعلان، او لو في شقه عجبك عند اي حد من الاهالي سواء في القطاع الخاص او عند اي حد تعرف تكون الشقه بس منطبقه الشروط، معلهاش اي مشاكل من ناحيه المخالفات البناء والحته والجزئيه الخاصه بالجزئيه العقاريه. كان في حلقه عملتها مسبقا موجوده على القناه ان شاء الله اسيبها لكم في صندوق الوصف، خاصه انك ازاي تشتري شقه من القطاع الخاص وهي الاوراق المطلوبه من حضرتك علشان تجيبها، لان القطاع الخاص يا جماعه ليه اوراق يختلف تماما عن الصندوق التمويل العقاري اللي بتكون اوراقه سهله جدا، ان الشقه هم الوزاره نفسها هي اللي بنتها، فبالتالي ما فيش اي اوراق مطلوب منك كتير غير اثبات الدخل والاوراق الطبيعيه اللي تبقى مثلا زي صوت البطاقه وقسمه الجواز وهذا الكلام يعني. لكن القطاع الخاص الاوراق بتاعته بتعوز اوراق كتيره، واوراق هي مش كتيره، هي الاوراق معينه انت هتجيبها من اماكن محدده وفي شروط انت هتمشي عليها بتنفذها باوكي، لو الشقه دي منطبقه الشروط هتبدا تاخدها. كنا عاملين حلقه في هذا الموضوع موجود على القناه، هسيبك ان شاء الله في الاي اللي هتظهر فوق هنا، او كمان هسيبها في صندوق خاص بالوصف تحت الفيديو. ده كان موضوع انك ازاي تشتري شقه وانت محدود دخل والشقه دي معديه المبلغ المحدد 350 الف جنيه للمحدود دخل، وحتى لو وصلت لمليون او مليون و100 الف او حتى مليون و400 الف جنيه. لو في اي استفسار عند حضراتكم ممكن تسيبوا لي في التعليقات اسفل الفيديو، ان شاء الله هجاوب عليه باذن الله. السؤال ده حتى لو كان بالاسكان او حتى خاص بمجال التامينات والمعاشات او اي مجال تاني، انت بس سيب لي سؤالك وان شاء الله هرد على حضرتك، اذا كان اجابته عندنا شخصيا او مش عندي هجيب اجابته ان شاء الله من المختصين في سؤال حضرتك بمعنى اصح. اشكركم، ده كان موضوع النهارده،
أشكركم وقت الكريم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا وألقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.